خير الخوتي. السلام عليكم سيدي. السلام عليكم. راك في الخدمة اخو؟ ها راك في الخدمة؟ ها ديما في الخدمة. ايوا الله يرضى عليك ديما في الخدمة. انا كاتل خوك تصور تكون باه باشية زين البورتا هي داروا معنا شي ناس هذا الصباح. الجاكوار الناس اللي سولوا على الموديل ديال هادي 2016 11 ضربة 99000. سيكفا 1500 درهم ضريبة ضربة 99000 الثمن ديالها 25.5. الجاكوار هادي ان شاء الله رقنا ايسونس ضريبة 8000 درهم مخدماش فيها لاكليم ولكن مليح تبارك الله. يعني موديل 2006 وشوف النقا كي باقي تبارك الله. شوف ما شاء الله صراحة تيعجبني النقا انا. البيبان عندها شحال قاصحة وصحاح. قلنا 5.5 الخوت ايسونس 8000 درهم ضريبة لاكليم فيها مخداماش. وهاد الدجاجة هادي ما تتهبطش فكرتيني سيف الدين صوبو هاد الدجاجة ولدي صوبو عيطو لتريسيني صوبو. صور الجاجة الجاجة ولا كليم البورش هي راه ما شاء الله. تتحل راسها الاكاطا الخوت مازوت 1500 درهم ضريبه 2018 ضربه 170000 ثمنها 28 قابله للنقاش. نقاش طيب مبارك. الصالون عندها غزال فوق مراكشية. تحية للناس مراكش بنزوركم بها ان شاء الله.
هاد 108 بيضاوية. صباح الخير اخوتي في بيضاوة. هادي بتمنية الملاينة اخوتي ديالكم ديال كازا. عرفتي الموتور فيها جديد تبارك الله، والصخرة هنا ولينا كنتسخرو بها اكثر ما بغا نبيعوها. عرفتي الموتور تبارك الله والكونسوماسيون تتاكل ليا والو. الدراري تيديرو ليها 50 درهم، تيدورو تيعياو، تنقضيو الصوالح ديال بصح. بالاخص مثلا في الدار البيضاء خدامة 100% ونقى وبالكارونتي واش فيها شي عيب، ولله الحمد والمنة. كاين هاد الرانجر هادي، شوف مرحبا، حنا قاعدين بها الغرض نافعنا في البحر وفي الخدمة. وهاد جيت سكي الخوت راه هو 16 مليون اخر ثمن. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. قنيطرة زوينة الخوت، متنفس جميل عندنا في الواد هنا في مدينة القنيطرة تبارك الرحمن. سيارات ممتازة والمكان ممتاز، وقنيطرة الحمد لله فيها مكان جميل ديال هنايا في هاد البلاصة هادي ديال الجيت سكي وكذا وكذا. القهوة وفين جلسوا الوليدات وفين يلعبوا. القهوة مريرة عامرة، الناس والعائلات ان شاء الله يزيدوا يهتموا بهذا الواد، راه زوين. وزوروها الخوت، والله الا زوروا هنا راه واد سبوه هنا في قنيطرة زوين. زوروها الخوت، زوروا هذه البلاصة هذه اللي جاي يقول له انا من طرف ولد رحيمو. زوروا بروك من الكلوب صديق ديالنا، مرحبا بكم، الله يبارك. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وكاين هاد سبارك سبور، هاد التريكس خطير تبارك الرحمن، تينقز في الماء، ثمنو 13 مليون. هاد الكواد الخوت الثمن ديالو 11.5، شي حاجة نقية بزاف وعملي ديال بصح، عملي 100%. ولا عنده شي كواد ولا شي جيت سكي بغا يبيعو يتصل بينا أطول درحيمو، عطينا تصويرات في الواتساب 07-05-98-81-80. تكايات هنا الفاليزة ديالو
داكشي مرتب ما شاء الله. وهذا التريكس بالرومورك ديالو حتى هي شي حاجه نقيه. اللي بغاهم بجوج مرحبا، واللي عنده شي جيت كي اللي بيع عاوتاني عطينا التصويرات في الواتساب 07 05 98 81 80. حنا دابا في قنيطرة، الموقع ديالنا في قنيطرة في بير رامي، مسجد بدر. ها هو مسجد بدر الخوت في بير رامي قرب لاكار. زورو قنيطرة، قنيطرة الحمد لله رخيصة، جيو دوزو فيها الصيف، فيها ما يدار، باقي فيها شوية درخا، فيها اتساع تنقل وسط منها وتتحس براسك ما كاينش الزحام بحال ديال المدن الكبرى. فالشوارع الحمد لله ولاو كبار فيها، ولات موسعة، شي ولات موسعة تبارك الله. لاكار هنا كاين لاكار اللور، دونك الامور طيبة الحمد لله. زورو قنيطرة واستثمروا فيها الخوت، ومازال فيها الرخاء ديال العيشة، وتالكونجي دوزو مخير في قنيطرة كاين ميتشاف. هاد الرانج راه الخوت راه موجودة، كانت فيها بعض الإصلاحات رانا صلحتها لي، قلتها الحمد لله قديتها مزيان وراكب عليها، واللي بغاها مرحبا. وهاد جيت سكي 16 مليون هو الأخر ديالو، دارو 50 ساعة. الرانج راه شي حاجة نقية تبارك الرحمن، الأخر ديال 2015، في هاد النبيشة هنا، الصالون نقي، كلشي نقي، الكوير الأوتوماتيك نقية تبارك الرحمن. ضرب الانسان شويه ويبدل ليها كاع البنوات وهو مرتاح ان شاء الله. صافي البنوات هما اللي خصها ان شاء الله، لا بقات حنا نبدلوهم.